احنا اهم حاجه عندنا انها تقوم بالسلام، ده والتحقيق اهم بالتاكيد حاجه، ودي هياخد اكتر مجرى حاجه واحد. انا ما بطلبش حاجه من ربنا ان غير ان يقومها لي بالسلامه. يا رب وطبعا يا رب بشكر سياده الرئيس لانه اتصل بنفسه وقدم كل المساعدات اللي في الدنيا طبعا. وقال اي حاجه، حتى لو عايزه تسافر بره تسافر، لو علاج تتعالج. طبعا الف شكر ليه وكتر خيره يعني ان هو اتصل واهتم بالموضوع. بس انا طبعا اهم حاجه عندي بنتي تقوم. طبعا تقوم بألف سلامة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، يعني بحق الأيام المباركة دي بإذن الله تقوم لك بالسلامة وتبقى موجودة معاك يعني في رمضان، وإن شاء الله إن شاء الله تبقى زي الفل.